السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم الفيديو ديالي بتمام الصحه والعافيه. رمضان كريم اللي يدخلوا علينا بالصحه وبالسلامه، وباش ما كنتمناو ان شاء الله مزيد من الرزق والصحه والعافيه، واكيد العلو والسمو الى الجنات العلى ان شاء الله باذن السميع العليم. اكيد رمضان ما كيحلوش عندنا حنا، وما كيحلاش الا بالمعسلات الرمضانيه المميزه سواء المغربيه او الشرقيه. اليوم غنحضروا مع بعض البقلاوه طريقة مختلفة بشكل منظر جديد، وغنديروا اكيد واحد الجزء منها بالبقلاوة العادية. كل شيء هذا واكثر في الفيديو ديالي، تابعوا معي الفيديو وفرجة ممتعة. اكيد وصفة البقلاوة غتجي روعة. العجينة الفيرو اللي غنحضروها هي اول حاجة. المهم اول حاجة غنبدأ بها في التحضيرات، خديت هنا ما قيمة كيلو ديال الكاوكاو البيض المفسوخ. غادي نحمره في الفران بلا زيت بلا والو على نار متوسطة. وخديت هنايا ما قيمة 500 غرام ديال الدقيق خاص بالحلويات اللي غربلتو، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخل، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، كاس صغير ديال الزيت او نصف كاس ديال الزيت ديال كاس ديال العنبه. بسم الله على بركه الله، نخلط الخليط ديال الاولى، نعجن هاد العجينه، عاد غنكمل ليها نعجن بالحليب. بسم الله، ندوبوا هاد المقادير مع بعضياتهم، الزيت والخل والملح والسكر مع الدقيق. دابا نبدا نعجن بالحليب. يمكن لكم ديروا كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء وتخلطوه وتبقاو تعجنوا به. الحليب بارد ما سخونش، صافي نعجن عادي. خص تكون العجينه قاصحه، ما غاديش تكون بارده، ما تكونش زعما شاده في راسها، خاصها تكون قاصحه ما تكونش رطبه. صافي ندير شي شويه ديال الحليب مازال، لان العجينه صافي تجمعات معايا. احتاجت ليا الكاس كبير ديال العنبه باش جمعتها، كاس كبير ديال العنبه ديال الحليب. صافي قلت لكم العجين خصو يكون قاصح، وغندلكو شي شويه. غنحاول نعجنها مزيان وندلكها فوق سطح العمل. مزيان، دابا غنحاول نجمعها ونغطيها في الماء اليمونتيغ ونخليها ترتاح واحد ربع ساعة او نصف ساعة. وبالنسبة للكاوكاو كيف كتشوفوا هو كيتحمر بلا زيت بلا والو، وكمرة مرة كندير ليه هكا على عافية متوسطة. تقريبا ياخد معكم 20 دقيقة في الفران حتى كيتحمر وياخد داك اللوين بحال هكا. هذا هو الشكل ديالو، خد هذا اللوين محمر وما تحرقش طبيعة الحال، كنبقاو مقابلينو كل مرة كنحركوه. دابا نخليه يبرد واحد شويه ومن بعد غنطحنو مع شويه ديال السكر. نطحنو ونرجع معكم. انا طحنتو حتى بلا كيتعلق معايا. بالنسبه للكيلو ديال اللوز انا غندير فيه غير 60 غرام ديال السكر، لانه باقي غيتعسل. يمكن لكم ديروا حتى 200 غرام ديال السكر، بحق انا ما كناكلش الحلاوه بزاف، كندير 60 غرام كل طحنه كنخلط معها السكر وصافي. المهم غنكمل الطحين حتى نكملو، ديك الساعه نرجع معكم. هذه العقده ديال الكاوكاو كيف كتشوفوا، طحنتها مزيان حتى بدات كتعجن معايا. غنضيف ليها راس معلقه ديال روح اللوز، راس معلقه ديال روح اللوز ما كثروش وصافي. غنبدا نعجن بها بما زهر، غنبدا نعجن بما زهر، درت لها غير روح اللوز وما زهر وشويه ديال القرفه اللي غندير ليها، لان ما انها هي ميدمه كيف كتشوفوا ومزيته طلقه زيتها، ما غاديش ندير ليها الزبده. الا بانت لكم بانها ناشفه ذوبوا جوج معالق ديال الزبده. كيف كتشوفوا انا غير قصتها اللي كتجمع معايا الحشوه. الا بان لكم بانها ناشفه ضيفوا لها ديك الساعه واحد جوج معالق ديال الزبده مذوبه. صافي نبدا نجمعها ونضيف لها شويه ديال القرفه باش تعطيها النسمه، شويه ديال القرفه، ونبقاو نعجنوا بما زهر.
نقاو العجنوب مع الزهر، كل ما احتاجت الماء زهر نضيفوه. بسم الله، صافي خلطت الحشوه ديالتي، دابا نخليها ترتاح وندوزو نحضروا العجينه. غنحتاجو شويه ديال النشا، وها العجينه ديالتي من بعد ما ارتاحت، دابا نحاول نطلقوها ونبسطوها. نقسموها على 12 كويره، من بعد ما طلقت 12 كويره كيف كتشوفوا حاولت نساوي لهم الحجم ديالهم، غنخليه يرتاح واحد شويه وديك الساعه نعاودو نزيدو نطلقوه. بالنسبه للطريقه ديال تحضير عجينه الفيلو راه سبق لي وحضرتها في القناه بكل تفاصيلها. كيف كتشوفوا من بعد ما طلقت 12 كويره كتلقى خفيفه في هذا العبار، وليت كندير كل طبقه كل كويره مطلوقه كندير فوق منها نعمرها بالنشا مزيان، لان هاد ورقه الفيلو كتحتاج. المهم حتى درت ورقه فوق ورقه فوق ورقه، وكل ورقه بيناتهم النشا مزيان، ودابا كنحاول نطلقها وكنقلبها وكنحاول نضرب نص دوره وكنطلق. المهم التفاصيل ديال تحضير ورقه الفيلو الناجحه معايير عندي في القناه، غنخليها لكم في صندوق الوصف. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طلقتها مزيان، وضروري ما انكم كل مره كتطلقوا كتزيدوا تغبروا كتعاودوا تحلوا بين الطبقات وكتطلقوا النشا، كديروا النشا مزيان باش ما تلصقش لكم العجينه معكم. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها من بعد ما صيبتها، دابا كنحاول نسوسها من النشا ديالها، وكيف كتشوفوا كنبين لكم بان راه جات معايا ما شاء الله ناجحه 100%، وغتجي ناجحه معكم في هذا المعسل اللي غنصايبوا ديال البقلاوه. كيف كتشوفوا كنوريكم بانها جيت شفافه، غنحاول نجمعها. المهم حاولوا الا كنتوا غتزربوا في الخدمه غطيوها باش ما تنشفش معكم. صافي، المهم دابا بالنسبه للحشوه ديال كاوكاو اللي كورتها بهذه الطريقه كيف كتشوفوا، ديما الحشوه كنحاول نوجدها باش كيسهل عليا الخدمه، وخديت ورقه من ورقه الفيلو اللي صايبنا مع بعض كيف كتشوفوا. ودابا غنوريكم الطريقه والتفاصيل باش نصايبوا مع بعض هذا المعسله الرمضانيه او هذا البقلاوه بهذا الشكل المغاير. خديت ورقه الفيلو كيف كتشوفوا كنحاول نجمعها بين صبيعاتي، المهم حاولوا ما تستعملوش الضفيرات باش ما تقطعش معكم ورقه ديال الفيلو، لانها هشه ما شاء الله كيف كتشوفوا، شفافه جدا جدا ومورقه وبقى رطبه لان يلا صيبتها بقى جديده. حاولت نجمعها بهذا الشكل كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. ودابا غنجي نحط الكويرات نرصيهم حدا بعضياتهم بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. المهم الفيديو موضح لكم بالتفاصيل الطريقه ديال التحضير ديال هذا البقلاوه بهذا الشكل الجديد والرائع. المهم كيف كتشوفوا بعد ما كنقطع واحد الجوزه تقريبا قيمه اسبوع ديال او 5 سنتيم او 7 سنتيم بالقطاع ديال البيتزا، كنحاول ناخذ واحد الجزء العلوي كنغطي به الحشوه ديال الكاوكاو كيف كتشوفوا، كنجمع لها الاطراف هي الاولى، عاد كنقلبها وكنحاول نزكيها ونزينها باش تولي داك داك البليات او داك دوك تضاريس او دوك تجاعيد يبانو من الفوق ديالها، ونجي نعطينا هاد الشكل وهاد المنظر الرائع والممتاز. المهم الطريقه راه سهله بزاف واسهل من السهل، غير شوفوا شوفوا الطريقه معايا كيف كنديرها. كنقطع قيمه ديال 7 سنتيم هكا، كنحاول نجمع على الجنبات هي اول حاجه، كندورها بهذه الطريقه ودوك البليات اللي يكونوا لتحت هما اللي كنحطهم من الفوق يرجعوا من الفوق. صافي عرفنا على شكل كميميسه بهذه الطريقه. صافي نكمل انا الطريقه ديال التحضير ديال هاد الكميميسه ديال بالبقلاوه بالاول بقلاوه بالعجينه ديال الفيلو المنزليه. كيف كتشوفوا الطريقه سهله، وبالنسبه لورقه الفيلو كنضمن لكم ان الا تبعتوا الطريقه والمقادير اللي صيبت معكم غتجي معكم غتجي اروع من رائعه، وغتعطيكم الطرق باش تخدموا هاد البقلاوه او هاد المعسله الرمضانيه.
المهم جهزت تقريبا كامل هاد الحشوه اللي عندي، وهاد المعسله الرمضانيه او هاد البقلاوه اللي بشكل كموسه. غنحاول نكمل معكم الطريقه كيف كتشوفوا، لانها سهله صراحه وممتعه، ما غاديش تعذبوا فيها. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما حضرتهم، درتهم في صينيه دائريه وغادي نكب عليهم ضروري ما انكم تسقيهم بالزبده. درت تقريبا مقيمه 4 ديال المعالق كبارين ديال الزبده اللي ذوبت وسقيتهم ودخلتهم الفران حتى يتحمروا. بالنسبه اللي غنديروا مع بعض الشكل الثاني ديال البقلاوه على شكل طولي بهذه الطريقه كيف كتشوفوا، من عجينه الفيلو نفسها اللي صيفت معاكم. هي كنديروا الحشوه ديال اللوز وكنلفوها بطريقه عاديه وحطيتها في الصينيه. وبالنسبه للزوائد باش على حسب الصينيه كنقطعهم ونخليهم اكيد في الاخير نهار بين طيب غادي نضيفهم طبيعه الحال. المهم انا كنوريكم بالنسبه للحشوه ديال الكاوكاو، راه كتجي معلقه معلكه وكتجي رائعه، لان الكاوكاو حمرناه في الفران تجي صراحه روعه. وداك ديك النكهه ديال اللوز اللي ضفنا له ما كتحسوش بان الكاوكاو صراحه جا لذيذ. انا ما كيعجبنيش الكاوكاو بصراحه، كيعجبني اللوز، ولكن بهذه الطريقه اللي اعتمدت معكم غادي يجيكم صراحه رائع. بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الكاوكاو بزاف غيجيكم رائع، ووصفه اقتصاديه كيف كتشوفوا ناجحه 100%. المهم دابا انا كنكمل معكم التحضير ديال لي بودا بالعجينه او العقده ديال الكاوكاو وعجينه ديال الفيلو. المهم نكمل نفس الطريقه حتى ما ندخل من الفران بعد ما غندهنهم بالزبده طبيعه الحال. ضروري من الزبده كيف كتعرفوا، ورقه الفيلو كتبغي الزبده حتى كيتحمروا في الفران درجه حراره عاليه متوسطه تقريبا 180 هكا من التحت حتى كيتحمروا، وعاد كنديروهم من الفوق باش يتحمروا ليا من الفوق. هذا هو الشكل ديال المعسله او البقلاوه على شكل كموسه كيف كتشوفوا، هي باقا سخونه خرجتها من الفران، راه كترطق في الفران كتشبع ديك الزبيده اللي فيها. غنحاول نعسلها كيف كتشوفوا، طابت معايا مزيان، خليوها تطيب على خاطرها، لان بصراحه كتاخذ الوقت في الفران ماشي بحال العجينه ديال الفيلو الجاهزه، لان هذه منزليه كتكون باقا طريه كتاخذ شويه الوقت في الفران. صافي غنعسلها ونقدمهم في الشكل الاخير. هذا هو البلاطو اللي صايبناه مع بعض ديال البقلاوه على شكل كموسه كيجي رائع. زينته هكا بعد ما تشرب لي العسل، كبيت لي العسل، عسلت جوج ديال المرات باش العسيله الاولى شرباتها وعاود ضفت ليها العسل باش تشبعات من العسل، وزينتها بهكا كاوكاو مهرمش هكا ومكسر. كان هذا هو الشكل النهائي ديالو، نتمنى يعجبكم. بالنسبه للقرمشه والتعليكه ديال الكاوكاو العقده ديال الكاوكاو جا صراحه نبسط عليكم بالعشرة، انا جات ولا اروع، كل شيء حماق عليها صغير وكبير عندي في الدار. وهكا غنقدمها ان شاء الله في المائده الرمضانيه بشكل مميز. يمكن لكم اكيد تحتفظوا بهم في الكونجيلاتور حتى نهار تبغيهم طبيعه الحال ما كيبقى لهم حتى شي اشكال، وطيبهم في الفران، دهنوهم بالزبده مزيان وطيبهم في الفران، كيجيو صراحه رائعين ولا اروع. وكنبسط لكم انا العقده ديال الكاوكاو حمقاتني لدرجه لا توصف، واكيد غنعتمد من الانف الصعيده لان صراحه عجبتني. انا كنت يمكن اعتمد على اللوز اللوز اللوز، دابا ما كاين غير كاوكاو. ونقول لكم رمضان كريم وتهلاو في راسكم.